اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع فريق الشباب ابطال منطقه القاهره، وبنرحب في البدايه بسيف الدين وآل السعيد. اهلا بك يا سيف. اهلا بحضرتك. في البدايه احب اقول ان انا مبسوط جدا انا مع حضرتك، وان فعلا اي حد يتشرف ان هو يكون بيطلع مع حضرتك ويكون في قناه النادي الاهلي شرف كبير قوي يعني. حبيبي تنور وتشرف، وده مكانك وده بيتك، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. بنرحب بيوسف عبده نجم الفريق. اهلا بيك يا يوسف. اهلا بحضرتك يا كوتش، عامل ايه؟ مبروك وشرفتونا. الله يبارك في حضرتك. يمكن اجي لك يا يوسف في البدايه، يمكن كان البطوله صعبه، ما كانتش سهله. يعني انتوا لعبتوا، يمكن زي ما قال قبل كده دودو ونور، قالوا ان المباريات كانت تدريجيه شويه بس دخلنا في الفاينلز. عايز اعرف اهم التعليمات اللي كان بيديها لكم كابتن ماجد يمكن قبل كل مباراه. اول حاجه ان كان بيقول لنا ان الاهلي بما حضر، يعني ما نخافش، يعني نبقى جاهزين على طول. كان بيقول اللي في الملعب زي اللي بره الملعب، ان احنا نبقى مع يعني فرقه واحده، اللي يلعب زي اللي ما لعبش. أيوة. المهم ان احنا نكسب. اللي احنا نكسب، ودي حقيقه. ما حدش الصراحه اثر في النقطه دي، كله كان بيفكر في الفريق قبل ما يفكر انا في شايف نفسه. الصور الحقيقه كله كان يعني بينفعل مع الكور وبتاع. طيب حقيقة. هو يمكن قال لكم الاهلي بمن حضر عشان كان في مجموعه مع الدرجه الاولى، صح؟ حقيقه. وفي لعيبه كانت مسافره بره برضه، وكان في لعيبه مصابه. ما كنتوش يعني ما لعبتوش ماتش كامل انتوا؟ ما هو احنا عمرنا ما كنا كاملين يعتبر، يعني يمكن ماتش الشمس بس اللي لعبتوا كاملين. لعبنا كاملين. ايوه. كان في اصابات برضه. طب من وجهه نظرك يا يوسف اصعب ماتش كان ايه؟ كان ماتش الشمس اللي هو قبل الفيصل اللي احنا خسرناه. لان احنا كنا مفكرين ان احنا كسبانين قبل ما نخش الماتش، وطول الجيم كنا مفكرين ان احنا كده هنكسب، فما كناش مفكرين ان احنا هنعوض في نص الجيم، ففضلوا كسبانين لغايه اخر الجيم. كان ماتش صعب، وكمان كان غير متوقع، وكان ممكن يعمل لكم احباط، لانه يمكن اللي ظبط الكفه شويه مدينه نصر كسب الشمس، بس برضه كان لازم انتوا تكسبوا الشمس ماتش تاني. حقيقي. لازم. طب سيف اجي لك، يمكن انت ابن النادي الاهلي يا سيف. بالظبط. انا فعلا ابن النادي الاهلي، بدات من وانا صغير اكاديميه بالتدرج الطبيعي، ناشئين 12 سنه، ميني ميكرو 12 سنه، 14 سنه. 14 سنه بقى رحت سنه اعاره. رحت نادي الاتصالات، بس كانت ساعتها يعني حصل مشكله، رحت نادي الصيد ساعتها. السنه دي لعبتها في نادي يعني الصيد. يعني بدات الاول حاولت تروح الاتصالات. بالظبط. وبعد كده رحت نادي الصيد. بالظبط. وبعد كده كملت السنه دي، كانت لعبتها في نادي الصيد، وبعد كده رجعت تاني. لعبت السنه دي كويس. لعبنا ماتش قدام الاهلي، لعبت كويس، وكنت مادي في السنه دي بشكل كويس. ف كابتن احمد الجرحي طبعا كان طلب يعني ان انا ارجع الفرقه، والحمد لله كانت سنه خدنا فيها الثلاث بطولات، مرتبط ومنطقه وجمهوريه، وكانت سنه من احسن السنين بصراحه اللي لعبناها، كانت سنه جميله جدا يعني. طب قول لي يا سيف، يمكن على مدار الوقت اللي انت قضيته في النادي الاهلي، يعني يمكن انت لعبت مثلا قول 10 سنين، مين المدربين اللي حسيت ان هم اثروا فيك؟ طبعا كل المدربين الاحترافي فيهم. طبعا اكيد، وكلهم ادوا لك طبعا حاجه، بس بيبقى في مدرب بيبقى يعني لاتش معاك العمر كله. اقدر اقول هم في يعني طبعا كل المدربين اثروا معايا، واخدت منهم حاجه، استفدت منهم اكيد، بس اقدر اقول ان يمكن اكتر اتنين اثروا معايا وانا صغير في الاول لما خلصت اكاديميه وطلعت الفرقه، كان في كابتن ياسر غريب. كان فعلا هو كان اداني الاساسيات، كان شغال على الاساسيات بشكل كبير قوي، لان احنا في السن ده كمان بنحتاج الاساسيات اكتر من اي حاجه تانية. صحيح. البول هاندلنج طبعا، ازاي نعمل دريبل، ازاي نباصي، ازاي الحاجات دي كلها هو اداها لنا بكثافه، وفعلا فرقت معايا وخلتني واقف على رجلي، وخلتني اقدر ان انا ابني عليها. كابتن احمد الجرحي طبعا هو السبب ان انا كنت ارجع النادي تاني. حط ثقته فيا، والحمد لله ساعتها يعني على قد ما اقدر اتمنى ان انا كنت قد الثقه دي، والحمد لله في السنه دي حققنا 3 بطولات. فدول اكتر 2 مدربين يعني بالنسبه لي اثروا معايا. طب قول لي يمكن يا سيف، انت شايف ايه المهاره اللي اللعيب، انا سالت دودو وسالت نور برضو، ايه المهاره اللي في الباسكت انت شايفها لو في اللعيب يعني تاكله عيش زي ما بيقولوا؟ لو في اللعيب تاكله عيش، القلب بالنسبه لي. القلب رقم واحد، الروح. لان هو دلوقتي ممكن يكون لعيب شوتر، ممكن يكون لعيب بول هاندلنج بتاعه عالي، ممكن يكون عنده كل حاجه في الدنيا، لكن لو ما عندوش القلب مش هيقدر ان هو يوظف الحاجات دي صح، ومش هيقدر ان هو يطلع كل البوتنشال بتاعه في اللعب. يعني في الاخر هو ممكن يبقى لعيب احسن لعيب في الدنيا، بس لو ما عندوش الروح وما عندوش المينتاليتي اللي تخليه يقدر يوظف الكلام ده صح، وان هو يقدر يطلع كل عنده في كل ماتش وما يبخلش بمجهود ابدا، ويقدر يعمل كل ده، هيبقى كونسيستنت، وهيقدر ان هو يعني يوصل يبقى سوبر ستار. وكمان الديفنس مهم قوي بالنسبه لي، لان هو الروح مرتبط بالديفنس، لان هو في لعيبه كتير قوي ممكن يبقى اوفنسيفلي جامد قوي، بس هو مش بيقوم بدوره في الديفنس، فده ممكن يبقى بيخسر الفرقه اكتر ما يكسبها. صح. برافو عليك. برافو عليك، كلام صح ومنطقي. الروح والديفنس
هم اساس كره السله. وخليني اسالك برضه يا يوسف نفس السؤال، ايه المهاره اللي انت شايفها مهمه جدا؟ انا بقول الديفنس الصراحه. الديفنس لان مش كل لعيب بيعرف يدافع. ممكن اللعيب ممكن تعلمه ان هو ازاي يشوط، ان هو ازاي يعمل بنتريشن، وازاي يعدي، بس الديفنس مش اي لعيب بيعرف يدافع صح، مش اي لعيب بيعرف يلم ريباوند، وهو العامل الاساسي في المكسب الصراحه. طب قول لي يا يوسف، انت 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 في فتره طلعتها يعني انت ولاد ابن النادي الاهلي، بس في فتره طلعتها اعاره بره. أيوة. فين كانت فين يا يوسف؟ طلائع الجيش. طلعت النادي طلائع الجيش، لعبت فيه كام سنه؟ لعبت فيه 4 سنين. 4 سنين ورجعت السنه دي النادي الاهلي. طب مين اللي قال لك ارجع؟ كابتن ماجد. كابتن ماجد هو اللي طلبك وقال لك ارجع. طب كنت فرحان لما طلبت وترجع تاني للنادي الاهلي؟ الصراحه حسيت ان انا رجعت بيتي تاني فعلا. تحب تلعب انت في النادي الاهلي؟ ايوه طبعا. انتوا الاثنين مواليد 2003 صح؟ ايوه صح. طيب يعني عندكم استعداد تخشوا بقى الدرجه الاولى وتشوفوا بقى تقتحموا هذا العالم في دوري الممتاز ولا لا؟ طبعا والله، يعني الفرصه لسه موجوده طالما السيزون ما خلصش. برافو عليك. بس اثبت نفسي ممكن العب الدرجه الاولى. ايوه. ما كانش يبقى انا عندي الدوري الممتاز العب في اي فرقه. وبالمناسبه انا طالع اعاره من نادي الجيش يعني. يعني طالع اعاره يعني انت راجع نادي الجيش تاني. يعني ممكن تلعب مع نادي الجيش في الثمانيه الكبر مع كابتن اشرف توفيق. ان شاء الله ممكن. طب سيف نفس الكلام يعني؟ نفس الكلام طبعا. انا بالنسبه لي يعني فرصه ان انا العب فيرست تيم في النادي الاهلي موجوده، بس في الاخر انا يعني انا مؤرق جدا ان انا السنه دي اخلص ما وفقش، او ان انا يعني تبقى التيم مكتمل فوق، فهطلع العب اعاره بره، هلعب هحاول اثبت نفسي اشتغل على نفسي على قد ما اقدر. ممكن ارجع النادي الاهلي تاني، ممكن ارجع العب في فرقه من الثمانيه الكبار، هيبقى ده التارجت يعني. بس يعني هبقى تركيزي اكتر حاجه ان انا اطور نفسي، يعني هيبقى التركيز كله ان انا اطور نفسي، مش هبقى مركز قوي انا يعني هلعب في الاهلي السنه دي، السنه الجايه رايح فين، جاي منين، لا انا هبقى مركز على قد ما اقدر ان انا اطور من نفسي، بحيث ان انا ايا كان المكان اللي انا اروحه اكون جاهز، يعني لما فرصه تيجي اكون جاهز. طب انت في كليه يا سيف مش كده؟ انا في كليه هندسه جامعه القاهره. ليه يا ابني عملت في نفسك؟ على فكره الهندسه القاهره زي بس صعبه يعني، انت محتاج شغل جامد. هي صعبه جدا بصراحه. هو فكره التوفيق ما بينهم هي حاجه يعني، هو في العادي التوفيق ما بين دراسه ورياضه صعب جدا. انت هندسه القاهره بقى والنادي الاهلي باسكت. طب انت كنت ناشونال ولا امريكان ولا اي جي؟ لا انا كنت اي جي. كنت كمان؟ كنت اي جي. طلعت من اي جي على السكه الصعبه. انت شاطر في الدراسه. بحاول يعني. طب وعارف توفق ما بين هندسه وما بين اللعب؟ هو طبعا هتضحي بحاجات كتير قوي يعني. حتى هتضحي يعني طبعا، انت الحاجات هتضحي بيها طبعا، اي رفاهيه هتضحي بيها يعني، الخروجات هتضحي، وقت مع اصحابك هتضحي، هتضحي حتى بوقت مع عيلتك يعني. انا في الوقت مع عيلتي ما بقعدش مع عيلتي كتير، لان انا الموضوع بيبقى هو مقتصر على التمرين والدراسه. انا رايح من الجامعه، راجع من الجامعه على التمرين، او راجع ورايا مذاكره. حتى الوقت الفاضي بحاول ان انا اتمرن عشان احسن من نفسي في اللعب. فالموضوع في الرفاهيه مش عندك؟ لا مفيش. حتى النوم يعني بالنسبه لنا قليل. ما دي الضريبه يا باشا. يوسف نفس الكلام. يوسف انت في جامعه مش كده؟ سنه كام يا يوسف؟ سنه ثانيه. بتدرس ميجور ايه؟ مش يعني لو جامعه خاصه مش هدول اسمها، بس بتدرس ميجور ايه؟ سياحه وفنادق. سياحه وفنادق. طب تعبان في الدراسه ولا الدنيا ماشيه كويس؟ هو انا حاطط مجهود في الباسكت في الدراسه. قادر توفق؟ بس قادر، بس الفكره ان انا بضحي طبعا بحاجات كتير. بذاكر في المواصلات، وطبعا عشان نتحسن في الاثنين، فانا في الباسكت مثلا ببقى مخلص جامعه برجع النادي اشوط، بستنى التمرين، بعد كده ايه اتمرن. في الوقت الفاضي بقى بين التمرين والشوتنج اللي انا شوطه بذاكر. حياه جميله جدا، وحياه لازم في الاخر هتكون مطلعه يعني شاب سوي رياضي ممتاز.